من مسجد الامام الحسين رضي الله تعالى عنه بالقاهرة. اما الان فهذه تلاوة مباركة لما تيسر من ايات الله البينات للقارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بل الظالمون في ضلال مبين. هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من بل الظالمون في ضلال مبين. ولقد آتينا لقمان الحكمة أن ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله ومن يشكر فإن ومن كفر فإن الله غني حميد. وإذ قال لقمان لابنه إن الشرك لظلم عظيم. وإذ قال لقمان لابنه Thank you.
السماوات أو في الأرض
واقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير وما في الأرض وأسبغ عليكم
ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا. أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير. ومن يسلم وجهه وإلى الله عاقبة الأمور. ومن كفر فلا يحزنك كفره. إلينا مرجعهم فننبئهم بما عملوا. إن الله عليم بذات نمتعهم قليلا ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ.
you
وأن الله بما تعملون خبير.
إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت صدق الله العظيم. الفاتحة. وهكذا أيها السادة تنتهي هذه التلاوة المباركة لما تأثر من آيات الله البينات للقارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد، نقلناها لكم من مسجد مولانا الإمام الحسين
رضي الله تعالى عنه بالقاهرة. أيها السادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.